Bonjour mes amis, مرحبا بكم في قناتكم ليكسبير ايكول دو في اي الخبير مدرسة الحياة. دونك اللي كيشاهدنا لاول مرة يدخل القناة غادي يجبر دروس خاصة باللغة الفرنسية للمبتدئين يشاهدها واللي ما فهمش شي حاجة يخليني لنا في التعليق وما تنساوش ايها الاوفياء ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اذا لنتابع اصدقائي درس اليوم في ليكسبير ايكول دو أول درس هو les verbes pronominaux au présent. شنا هو un verbe pronominaux أو الفعل المتابع أو الفعل الانعكاسي. En grammaire, un verbe pronominal ou un verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne un pronom réfléchi. En fonction de complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect, renvoyant au même référent que le sujet, c'est une des formes d'expression grammaticale, de la réflexivité ou de la réciprocité. يعني في القواعد ديال اللغه الفعل الانعكاسي او الفعل المتابع هو واحد الفعل كيرافق الاقتران بضمير انعكاسي كدال لتكمله ديال واحد المفعول به مباشر او غير مباشر في اشاره الى نفس المرجع كموضوع، يعني كيتعتبر من احد اشكال التعبير النحوي للمعامله بالمثل. أولا كيف عندنا هنايا كتشوفوا سو كونجوغي افيك ان برونون ريفليشي دو لا ميم بيرسون كو لو سوجي، يعني كنصرفوه مع لي برونون ريفليشي ديال نفس أو لي برونون أسماء الإنعكاسية دو لا ميم بيرسون كو لو سوجي ديال نفس اللي كتقابل نفس الشخص اللي هو الفاعل. لي برونون ريفليشي سون، شنو هما لي برونون ريفليشي؟ هاد لي برونون ريفليشي هما م ت س نو فو اي س. لو سوجي رياليزي لاكسيون اي بينيفيس دو لاكسيون، الفاعل كيحل لنا الحدث والنجاح ديال هاد الحدث. عندي واحد كومون نديرها سيت اكزامبل باش بور بيان اكسبليكي اولا باش نشرحو مزيان ديال الفعل سو لافي اولا لو فيرب برونومينون سو برونومينال سو لافي. او بريزون Je me lave. Je, il a la hâte je, qui est le pronom réfléchi me. Il y a la première personne singulier, le roi je, qui est me. Il y a le je me lave. À la deuxième personne singulier, le roi tu. كتمشى معاه لو برونون ريفليشي تو وكنقولو tu te laves à la troisième personne singulier اللي هو il ou elle ou on كتمشى معاهم se يعني il se lave elle se lave on se lave. À la première personne plurielle, nous, qui t'mcha nous. Yani kankolo, nous lavons. Nous lavons. À la deuxième personne plurielle, ou la thani char suffit de j'aime, vous, qui t'mcha m'aha, le pronom réfléchi, vous. Kankolo, vous lavez. Vous lavez. À la troisième personne plurielle, sujet pluriel, le thalit chers,
يفيد الجمع il ou elle كتمشى معهم le pronom réfléchi se وكنقولوا il se lave ou elle se lave كي كنقول لكم دائما ان o n t à la fin du verbe ما كتنطقش ne prononce pas دابا غادي نعاود لكم طريقه يعني continue la conjugaison du verbe se laver au présent de l'indicatif ou la se laver le واحد le verbe pronominal je me lave tu te laves il se lave elle se lave on se lave nous nous lavons vous vous lavez il se lave ou elle se lave d'abord غادي نتقلو les verbes pronominaux et le moment de la journée. يعني الأفعال المطاوعة أو الأفعال المعاكسة et le moment de la journée ou بعد الأوقات أو في اليوم. Le matin, يعني في الصباح الأفعال أو لا les verbes pronominaux اللي كيسحبوه par exemple se réveiller se laver se doucher se brosser les dents se maquiller se raser et s'habiller la rahet s'habiller ou la l'af'al les pronominaux les verbes pronominaux huma l'af'al li kikunu musbaqin b se yani se après le verbe s'habiller تهو راه مسبق في سو غير انه التقمنا دو فوايل عندنا اكسون pour le moment de la journée اللي هو le soir كعندنا لي فيرب s'amuser عفوا se reposer se connecter s'informer se déshabiller, se coucher et s'endormir. كانوا هذوما هما الافعال المعاكسه او لا المطاوعه لي فيرب برونومينو قلت ان اي فيرب برونومينو خصو يتم لا كونجوغيزون ديالو او لا تصريف ديالو مثلا في البريزون دو لانديكاتيف كيرفقو ضروري لي برونون ريفليشي شنو هما هاد لي برونون ريفليشي هو م ت س فو نو عفوا نو فو اي س قلنا ان جو كتمشى معها م تو كتمشى معها ت il كتمشى معها س elle كتمشى معها س on كتمشى معها س nous كتمشى معها nous vous كتمشى معها لو برونون ريفليشي vous il ou elle qui se met à le pronom réfléchi se ou après quand conjugué le verbe présent les wa adi d'abord on تقلو الدرس الثاني اللي هو les verbes aller et sortir présent de l'indicatif كيف قلت سبق لي قلت انا الي واخا تشوفوا التيرمينيزون ديالو يعني في الاخر او ار راه هو ماشي فعل ديال المجموعه الاولى و سورتير و الي سو سون دي فيرب ان ريغولير اللي ما كتطبقش عليهم القاعده وغادي اليوم نصرفوهم في دابا غادي نبداو بلا كونجيكيزون دو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف او لا في الحاضر وغادي نبداو بالنسبه لا بروميير بيرسون سينغولير او لا اول شخص مفرد je vais pour la deuxième personne singulier tu vas بالنسبه لا troisième personne singulier او لا ثالث شخص مفرد il va pour le masculin ou la بالنسبه للمذكر ou elle pour le féminin ou la بالنسبه للمؤنث elle va on va
Pour la première personne plurielle, أو بالنسبة لأول شخص مجموع يفيد الجمع اللي هو نحن nous allons nous allons nous allons. Pour la deuxième personne plurielle, أو بالنسبة لثاني شخص مجموع vous allez vous allez. Pour la troisième personne plurielle, أو بالنسبة لثاني شخص يفيد الجمع il pour le masculin, أو بالنسبة للمذكر يعني المجموع الغائب اللي هما هم ils vont. Ou pour le féminin, أو بالنسبة للمؤنث elles vont. Le verbe aller au présent je vais, لاحظتوا ديك اسم ما كتنطقش je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont ou elles vont. لاحظتوا la structure ou la البنية ديال le verbe aller كتبدل ما بين je ما بين tu ما بين il ما بين nous ما بين elle ou pluriel. لاحظتوا في يعني الاساس je va ss tu va ss elle ou elle il ou elle ou on va. ولكن لاحظنا الاساس في vous ou nous ou a deux l o يعني a deux l كنزيدو لهم لي تيرمينيزون دو présent de l'indicatif le wa ou ns n'est-ce pas le vous c'est a de zèle comme des volumes les terminaisons de présent de l'indicatif les wa e z voilà qui il ou elle le ss wa v يعني كيتبدل الى لاحظنا ان le verbe كيتبدل كامل في la conjugaison في le présent de l'indicatif يعني ما غتلقاش ان je كتشبه tu il ou il ماشي فحال لي فيرب كي سون ريغولير او لا الافعال اللي هما كيخضعوا لقاعده معينه. ودابا غننتقل لا كونجيكيزون دو فيرب سورتير او بريزون دي لانديكاتيف او لا تصريف الفعل يعني خرج في الحاضر. وغنبداو بور لا بروميير بيرسون سينغولير أو بالنسبة لأول شخص مفرد اللي هو je اللي هو أنا je sors. Pour la deuxième personne singulier أو بالنسبة لثاني شخص مفرد اللي هو tu هي أنت أو أنتي. كيف قلت لكم أن في اللغة العربية كاين أنت أو أنتي ولكن في اللغة الفرنسية كاين فقط tu. tu كتفيد أنتي وأنت يعني بغيتي تهدر مع المؤنث غتقول له tu بغيت تهدر مع المذكر غتقول له tu ما كاينش الفرق tu sœur. Pour la troisième personne singulier masculin اللي هو il أو لا هو il sœur. Pour la troisième personne singulier féminin بالنسبة لثالث شخص مفرد مؤنث elle هو يعني كتفيد هي il sort ou on sort. Pour la première personne plurielle, أو بالنسبة لأول شخص مجموع يفيد الجمع nous ولا نحن nous sortons nous sortons. Pour la deuxième personne plurielle, أو بالنسبة لثاني شخص مجموع vous اللي هو أنتم sortez vous sortez. Pour la troisième personne pluriel singulier ou la بالنسبة لثالث شخص جمع مذكر ils sortent ils sortent ils sortent ماشي sortent ils sortent ou un t ne prononce pas ma كتنطقش. Pour la troisième personne pluriel féminin, نسبة لثالث شخص مجموع مؤنث elles
الاولاد اللي هما هن سورت سورت. غادي نعاود لكم لا كونجيغيزون دو بريزون دو لانديكاتيف دو مانيير كونتينو ولا بطريقه اللي هي متواصله. جو سور tu sœur, il sœur, elle sœur, on sœur, nous sortons, vous sortez, il sœur, elle sœur. Kent a dit il y a la conjugaison du verbe aller et sortir au présent de l'indicatif. Ou d'abord un tarlol dars tselitz lihua. Les adverbes et expressions de temps. Yani qui fâche. نعبرو أولا نتكلمو على الوقت وغادي نهضرو على أول adverb ولا expression de temps هو hier. Hier pour parler de jour avant d'aujourd'hui. يعني باش نهضرو على النهار اللي قبل هاد النهار هذا كنقولو hier. اللي باللغة العربية البارحة معنى ديالا البارحة. hier pour parler du jour avant d'aujourd'hui ou là للتحدث عن يوم اليوم الذي قبل اليوم الذي نحن الآن فيه يعني قبل النهار اللي احنا فيه دابا اللي هو البارحة البارح. مثلا كان اليوم اثنين hier هو الحد le jour d'après d'aujourd'hui. Et là, pour une encolo, had nhar, wa aujourd'hui. Yani pour parler le jour d'aujourd'hui. Yani, bich nhadrou ala l'yom li hna fih, kankolo, had l'yom, li wa aujourd'hui. Pour parler le jour d'après le jour de demain, le jour d'aujourd'hui, باش نهضروا على النهار اللي مورا هاد النهار اللي حنا فيه اليوم كنقولوا demain يعني هو غدا. يبقى اذا كان اليوم 2 غدا غيكون 3 سي aujourd'hui lundi demain c'est mardi. يعني اذا كان اليوم 2 غدا غيكون 3 يعني غدا يعني demain. hier البارحه aujourd'hui اليوم demain غدا باللغه العربيه. avant hier يعني قبل البارحه. الى كان اليوم 2 lundi قلنا hier يعني البارح غيكون هو dimanche اللي هو الحد. avant hier اللي قبل الحد غيكون هو السبت. يعني avant hier هو اليوم الذي قبل البارحة. يعني كيف قلت لكم إذا كان اليوم 2 البارح الحد اللي قبل البارح اللي هو السبت. avant hier هو مثلا السبت. أريد أن نعطيكم إكزامبل. إذا كان مثلا اليوم الأربع hier اليوم يعني الأربع hier غيكون هو 3 avant hier غيكون هو الاثنين. avant hier hier اللي هو البارحه. aujourd'hui اللي هو اليوم. demain اللي هو غدا. après demain هو النهار اللي من بعد غدا يعني بعد غد. بحالش إلا قلنا أن اليوم هو الأربع غدا غيكون الخميس واللي من بعد غدا اللي هو après demain اللي هو الجمعة. يعني avant hier هو قبل البارحة. hier اللي هو البارحة. aujourd'hui هذا اليوم. demain اللي هي غدا. après demain هي بعد غد. دابا بغينا نهضروا على ساعه محدده في واحد النهار. باغ اكزومبل بغينا نقولوا تسعود. تسعود واقفه يعني تسعود
مثلا بغيت نسقسك على الساعة، قلت لك كي لور ايتيل، اول بعدا سؤال على الساعة هو كي لور ايتيل، كي لور ايتيل، غتجاوبني نتينا وغتقول لي مثلا تسعود، تسعود واقفة، تسعود، تقول لي 9 غنقول لك مثلا امتى غتمشي، غتقول لي 9 اللي هي تسعود، يعني الساعة 9. مثلا بغيت نقول لك حدد لي التوقيت اللي انت كتخدم فيه، او لا حدد لي شي حاجة مثلا امتى غتمشي وامتى غترجع، يعني حدد لي الساعة من الى. مثلا عطيت لكم انا مثال، جو ترافاي ا بارتير دو 9 جوسكا 15، يعني انا كنخدم من 9 حتى 3. d'une autre façon à partir de يعني من jusqu'à le jusqu'à يعني الى حتى، الى حتى يعني الى جيت انا نسقسيك مثلا شحال مثلا تقدر تعدل في هذا العمل الهدايا، او لا غدا شمن ساعة غادي ما غتكونشي في الدار، غتقول لي انا غنخرج مع 9 وغنرجع مع 3، يعني ا partir de 9 jusqu'à 15، يعني من 9 ابتداء من 9 حتى 3، يعني ما غاديش نكون، ما غنكونشي حاضر. هذه الا بغينا نعبروا على التوقيت من واحد الفتره لواحد الفتره، يعني واحد الفتره تكون عندنا محدوده. سبق وقلت لكم ليكسبريسيون دو لور، او لا لا كيسيون كون بوز بور كوني لو طون، يعني السؤال اللي كنطرحوه باش نعرفوا شنو هو الوقت، شحال شحال الوقت دابا، هو كيل اور اي ايل، كيلور ايتيل. لا ريبونس يعني الجواب غيكون مثلا ايلي 9، ايلي 9، ايلي 15، ايلي 6، ايلي 18، اي انسي دي سويت. غادي نشوفو دابا كيفاش نقولوا مثلا 5 دقائق وربع، 10 دقائق ونص، يعني كيفاش نقولوا الساعة بالتحديد. غادي نبداو مثلا الا بغينا نقولوا دابا 9:05 نقولوا il est 9h05، il est 9h05، يعني 9:05، 5 دقائق، 9:05، il est 9h05، 9:05. مثلا بغينا نقولو 9:15، نقولو il est 9h15، car هو وربع، car هو 15 دقيقة ولا 15 دقيقة، ولا هو وربع والربع. كيما نقولو il est 8h15، il est 9h15، il est 10h15، يعني كتبدل الساعة وكتقول يعني وربع. إيلي مثلا هنا 9:15، إيلي 9:15. بغينا نقولو ونص، يعني واحد الساعة ونص، غنقولو إيلي 9:30، اللي هي 9:30. أو لا بغينا نقولو إيلي 8:30، il est 4h30، يعني الساعة اللي بغيتي وكتضيف لي لها مثلا ايدمي ولا 5 ولا 4 على حسب. بغينا نقولو مثلا واحد ساعة مثلا 9:45، يعني 8:45 ونقولو 9:45، غنقولو il est 9h15، يعني قل ربع ساعة، يعني نقص منا ربع ساعة، قال ربع، نقولو إي 9
moins le cas aula 8h45 45 هي 8h45 بحال قلنا الى 9h moins le quart يعني الى بغينا نقولوا 45 دقيقه هذه هي ليكسبريسيون اكزاكت بغينا نقولوا مثلا واحد الساعه ونقص ناقصه 10 ديال الدقائق غنقولوا مثلا 9 قل 10 ديال الدقائق غنقولوا ايلي 9h moins 10 يعني 9 قل 10 ديال الدقائق اولا بغيتو نقولوا ايلي 8h moins 10 ايلي 11h moins 10 ايلي 12h moins 10 et ainsi de suite يعني اللي بغينا حنايا نعبروا عليه بالنسبه ل 12 ديال النهار 12 وقفه ديال النهار جا شي واحد سقسق قال لك شحال دابا في الساعه كيلور ايتيل غتجاوبو ايلي 2h اولا غتقول له ايلي ميدي اولا حنا بالدارجه ديالنا كنقولوا راه الظهر ايلي ميدي اما كتقول له هي 12 ديال النهار اولا ايلي ميدي الا جا مثلا سقساك بالليل وقال لك في 12 ديال الليل 12 وقفه ديال الليل وقال لك شحال في الساعه غتقول له ايلي مينوي ايلي مينوي اللي هو 12 ديال الليل مينوي اللي هو 2h de nuit كتسمى مينوي عفوا الا بغينا دابا نعبروا على مثلا من واحد الوقت من واحد الوقت اخر في الاول قلت لكم ا بارتير دو جوسكا لا بغينا نقولوها بواحد ليكسبريسيون وحده اخرى باش نعبروا على لو طون اللي مثلا غنكونوا خدامين فيه اولا غنكونوا كنعدلوا فيه واحد الساعه واحد الحاجه وحده اخرى ولا مشغولين فيه باغ اكزومبل هنايا غنقولوا جو ترافاي دو 9h ا 15h ديك ا بارتير دو عوضناها ب 2 ديك جوسكا ا خلينا غير ا جو ترافاي دو 9h ا 15h Les deux expressions, ça marche. Juge bihom, kimchiou, kimchiou. Briti, t'abr aliha b'tariq l'oula. Yani, à partir de mettan 8h jusqu'à 6h. Aoula, je travaille de 9h jusqu'à 15h. Bhaïla, yani b'tariq m'basata akhtar. Hatko, je travaille de 9h. 15h يعني الا جاتك الاخرى طويله تقدر تستخدم حتى هذه كيف ما قلت لك تقدر تعدل فيها الوقت او التوقيت اللي انت محتاجه كتعبر عليه بكل بساطه هنعطيكم اوتخو اكسبريسيون de la fréquence ولا ديال التردد مثلا ديال واحد الحاجه اللي كتعدل مثلا بانتظام واحد يعني مثلا كل نهار ولا كل سيمانه ولا كل عام ولا كل خمسة ديال الدقائق مثلا الا بغينا نعبروا على شي حاجه كنعدلوها كل خمسة ديال الدقائق غتقول tous les 5 minutes par exemple حنا عندنا هنايا il m'appelle toutes les 5 minutes يعني واحد الحاجه كنعدلها كل خمسة ديال الدقائق خمسة دقائق الا بغينا مثلا نعبروا على شي حاجه كنعدلوها مثلا كل نهار مثلا الخدمه كتمشي لها كل نهار بواحد الساعه مثلا محدده توقيت رسمي عندك غتقول je travaille toutes les heures à partir de الساعه اللي كتخدم فيها انت هنا مثلا نعطيكم هنا مثال ديال 9 à partir de 9h jusqu'à 15h
واحد الحاجة اللي كتعدلها كل سيمانة، يعني السيمانة هذه كتعدلها، السيمانة اللي موراها كتعدلها، السيمانة اللي موراها هذه اللي موراها كتعدلها، يعني دائما كل سيمانة كتعدلها. غتقول مثلا توت لي سيمان، تقول لك شي اللي بغيتي توت لي سيمان. بحال هنايا عملنا لكم اكزامبل، جو في توت لي سيمان او سوبر مارشي، يعني كنمشي للسوبر مارشي كل سيمانة. حاجة كتعدلها من العام للعام، يعني هذا العام هذا والعام الجاي والعام اللي موراه والعام العام اللي موراه هذا اللي ماشي، غتقول توت لي زون. يعني باغ اكزومبل هنايا جو في توت لي زون اون فاكان سور لو كود دازور، يعني كنمشي انايا نقضي العطلة ديالي كل عام في هذا لو كود دازور. يعني هذا توت لي 5 مينوت، توت لي جور، توت لي سمان، توت لي زون، كنستخدموها في الحاجات اللي كنكونوا كنعدلوها يعني بانتظام، يعني بواحد التردد في الفريكونس، يعني كنعدلها كل 5 دقائق، كل نهار، كل سيمانه، كل يوم، كل سنه، اي انسي دو سويت. وكانوا هادو هما الدروس ديال هاد النهار، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيفاش كنستخدموا الادجكتيف ديال لو طون، ليكسبريسيون دو طون، وكيفاش كنعبروا على الوقت. قلنا ان كار هو ربع، دمي هو نصف، بغينا نقولوا 5 مينوت غادي نقولوا مثلا 9h هي 5، 8h هي 5، 10h هي 5، 11h هي 5، اي انسي دو سويت. بغينا نقولوا ما قلت لكم 12 وقفه كنقولوا الا كانت في النهار كنقولوا ميدي، كانت 12 وقفه ديال الليل كنقولوا مينوي. التوقيت دغيا دغيا يعني بطريقه سهله، الا عرفتي ساعه واحده عرفت انك تطبقها على جميع السوايع اخرين. نتمنى انكم تعاودوا وتحفظوا لا كونجيزون دو فيرب الي اي سورتي او بريزون دو لانديكاتيف، حيت اولا تصريف ديال الفعلين قال يعني دابا و سورتي اللي هو خرج في الحاضر، تحفظوهم حيت هما سو سون دي فيرب ان ريغولير اللي هما ما عندهمش واحد القاعده محدده وكيتبدلوا، خصكم تحفظوهم عن ظهر القلب. نتمنى انكم ديجا تكونوا حفظتوا لو فيرب افوار اي اتر، حيت كنستعملوهم بزاف ان شاء الله في الدروس المجه بالنسبه ل لي طون او لي طون لي ماجي ان شاء الله، خصوصا لو فيرب اتر اي افوار لي زوكسيليير اتر اي افوار الافعال المساعده. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدروس اللي قدمتها اليوم كامله، ولا ما فهمتوش شي حاجه او لا جاتكم شي حاجه صعيبه او لا بغيتوا تسالوا على شي حاجه وما عرفتوش كيفاش تعدلوها، خليولي لي كومونتير.